تاني. يعني انت مطالبك من الوزير اللي هو يسهل الدنيا تاني ويرجع الامتحانات زي الاول. يخليه ورقة وقلم، يخلي اللي ويلغي كانوا موضوع بيذاكروه التابلت، ويلغي موضوع التابلت ده. ولا له ريحة اللجنة. العيال واخدينه، جيراننا بيلعبوا عليه الألعاب اللي اسمها ايه، الالعاب بابجي والحاجات دي. ايوه، بيلعبوا عليه. قاعدين على البواب، احنا في حتة فلاحين قاعدين على البواب، لازمته ايه؟ ده انا كان مع محمد ابني ناس في الثانوي وفي المنظومة القديمة بيكتبوا ورقة وقلم، كانوا بيسقطوا، ما بيعرفوش يكتبوا عربي. يقول لي والله ما بيعرفوش يكتبوا العربي صح، فما بالك التابلت وما بالك قلة يعني الكتابة. الدنيا بايظة، عاوزين نرجع الدنيا تاني. وعايزين ترجع الدنيا، اللي ياخدوه يلاقوه، مش العيلة تخش الامتحان يجيلها صرع في الامتحان. ما فين يتلاقيش اللي انا حاجة. ما انت ذاكرته طول السنة؟ فين كده؟ احنا كنا بننام الساعة واحدة بعد معاناة طول النهار في الدروس وفي السناتر، وانا واحدة شقيانة مع جوزي، وكنا نسهر للساعة واحدة مكفية، خايفة انام وهي تنام في الشتاء، كنت تقوم الفجر على امل، على امل. ضيحت املنا وسلمنا وفوضنا امرنا لله، وإن شاء الله خير، نعمل ايه؟ إن شاء الله خير، اللي جاي حلو إن راضية شاء الله. كانت هتروح مني، وقلت الحمد لله، مش عايزة في آخرتها هتتجوز. قوله لو خليت الدنيا كده، أمهات زي الأمهات الجهلة اللي زيي والناس البسيطة اللي زيي هتقول لا تعليم ولا حاجة، يسيرها لبيت جوزها، ومش هتلاقي حد، لا إن شاء طبيبة الله خير، ولا أتمنى تلاقي الخير والله. مربية أجيال. قوله أنا واحدة جهلة، ما بعرفش اقرا ولا اكتب، بس اسمع عن العلم. واحده زي صفيه زغلول، واحده زي اللي بنقرا عنهم في الكتب ونسمع عنهم، دكاتره ومهندسين وخدوا والله المنظومه يعني القديمه. احنا هنوصل صوتك، ويا رب يا رب يسمعنا حد ويسمع كلامك يا ست الكل. قول له يا رئيس، احنا نزلنا انتخبناك عشان تريح الشعب، مش طالبين منك اي حاجه غير الأمن والسلام، وده من ضمن الأمن والسلام. لما عيلة تنتحر ولا عيل ينتحر ولا يقعد على القهاوي مهيول، يلا ما هي بايظة بايظة، يشرب سجاير ولا يتلم مخدرات ولا والعياذ بالله في حاجات وحشة، ما يقول أنا فاشل فاشل. ما أكيد لما يطلع فاشل وده فاشل هيقول يلا مين هيبصلنا، مين هيطبطب ويترقف بينا؟ إن لما شاء الله ربنا دولتنا يكبر، ربنا يكبر احنا يا رب. بنسلهم لكم، بنسلمهم لإيدينا الجيش عشان يحموا بلدنا وناسنا وأراضينا، وممكن نسلم أنفسنا. بس الظلم لأ. قوله يا وزير، لو ليك عيل ولا عيلة مش هترضى لها كده، مش هترضى. قول له ربنا يكفيك شر حكم النفس عن نفس، عيالنا أمانة بين إيديكوا، زي ما احنا بنسلمهم لكوا في الجيش احنا بنسلم لكوا في التعليم، مش وانا ان شاء الله عايزينهم. اوصل صوتك يا امي، ورب قوله يساعدك ان شاء الله. قوله رجع المنظومة القديمة، حاضر يا امي، رجع المنظومة القديمة، يقروا ويكتبوا، اللي يلاقوه اللي يذاكروه يلاقوه. والله طلعت مهندسين ودكاترة زي الفل. معلش، بتعمل نحو أمية وتعمل حاجات. طب قبل ما تعمل نحو الأمية وتدور على الناس الكبيرة اللي زي حالاتي والناس الشباب اللي ما لحقتش فرصة تعليم، الحق دول، يمكن يكون لهم مستقبل، ان شاء الله يمكن يكون تكون مستقبل. بنتي من ضمن الناس، وانت تكون كبير في السن تكون طبيبة وتعالجك. يوضح سره في أضعف خلقه. احنا ناس فقراء وناس غلابة، بس يمكن الأمل في الغلبان. قوله والله ده احنا غلابة قوي، مش طالبين حاجة قللها، الغلبان احنا حالك ربنا بنلمها. يسهل. قوله احنا ربنا رب الطيبين واحنا راضيين، احنا نجارين مسلح، جوزي نجار مسلح باليومية، والله بنلمها
مش عايزة اقول لك احنا بنلمها ازاي، والله ما عايزة اقول لك بنلمها ازاي. خير يا أمي؟ انا بمشي في الشوارع بلاقي ناس، معلش سامحني مش قصدي حاجة، راكبين ده ولابسين ومتعلمين، مش طالبة حاجة، نفسي اعلم عيالي بس. والله الناس غلابة وعيالها طيبين، ما تشردوهمش بإيديكم، ما تخليهمش يقولوا دي فاشلة يلا نفشل وخلاص. كل العيال دلوقتي يقولك ايه، انا هاخد الثانوي زي ما اكون واطلع اسافر بلاد بره، ما عندهمش علمي ولا ادبي، واهم حاجة تكون ناجح تخش الكلية اللي انت عايزها. نودي بلادنا الغرب، نودي بلادنا الغرب، ولا نعمل ايه؟ ولا عيالنا أولى ببلدنا، ولا نطفشهم، ولا نقعدهم في البيوت تاني ويصبح الجهل تاني. قل لي انت، انت إن متعلم شاء الله خير يا أمي، والله إن شاء الله وبتعرف نكمل تتكلم بصوتك. عني، حاضر اقول أوصل، ايه؟ حاضر أوصل أنا صوتك، وربنا يسهلها إن شاء الله. اطلع المحافظة واروح فين؟ قل له انت اب، ودي نداء من قلب ام، حاضر يا أمي، حاضر، قول له نداء من قلب أم. ماشي حاضر. يا سيادة الرئيس، يا سيادة الرئيس، اسمع الشكاوي الغلابة، الجماعات الأهلية والحاجات اللي احنا سمعنا عنها في التلفزيون، مش أملنا في ربنا وفيها كبير، مش طالبينها بس طالبين جماعات الحكومة الغلابة اللي على قدنا، ادونا حقنا. يمكن بنتي ما تقدرش تخش جمعية أهلية بفلوس، بس تقدر تخش طب عادي بتاع الحكومة. قوله يا سيادة الرئيس، هو ده النائب بتاعه زي ما العيال قالولي، العيال قالولي ده النائب بتاعه، يعني من نفس المكتب، يعني هو اللي هو الأولاني، الرئيس الأولاني عمله، هو الوزير لا إن التاني شاء الله خير، هيعمله. إن شاء الله الوزير ده يمكن يعمل خير إن شاء الله يا رب يا رب. يا رب وأنا يا أوصل حي يا صوتك إن شاء قيوم، الله لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث. إن شاء الله. يعني شكرا لحضرتك، شكرا يا فندم، شكرا ليك، شكرا، شكرا أنا طولت إن على شاء الله. حضرتك. لا يا فندم، على دماغي، دعنا ربنا بس والله، يسترك، دعنا ربنا دعنا يسترك ويوسع رزقك، دعنا و ودعني ولادنا كده يا رب دعوة حلوة. يجعلهم من الناجحين الصالحين آمين يا رب، يا آمين، رب، وادعي لكلنا ويفرح آمين. البلد بيهم وينور بصيرتهم للعلم والإيمان والصلاح والفلاح يا رب. يا رب يا رب، وشكرا لحضرتك، شكرا لك يا أمي، شكرا لك. وسامحني، لا سامحني لا، إن على أنا دماغي، على دماغي. طولت عليك، وأنا معلش أنا ست لا جهلة ما بعرفش لا لا أقول. لا لا، على دماغي، على دماغي. شكرا لحضرتك، مع السلامة. مع السلامة.